في السنوات الأخيرة نلاحظ زيادة عطل عدد الأطفال البدينين في العالم. ما هو السبب لكي نحول دون هذه المصيبة؟ السبب الأول قلة الفعاليات الجسمية بالنسبة للأطفال. قبل كنا صغار نطلع بايسكلات عندنا نلعب بايسكل، بنات يروحون يلعبون حجية لباب الحوش، طوبة يلعبون باب الحوش، وفعالية من الصبح لليل، بيت كبير يركضون واحد ورا الله. بس تغيرت نهائيا، الطفل يقعد الصبح يلزم الايباد ماله او يلزم الجوال ماله، يحرك الصور، اصبع واحد بس يتحرك وعينه تتحرك، الفعالية الجسدية اصبحت صفر نهائيا. زين، من ناحية اخرى التلفزيون من الصباح الى المساء يبلغ تبليغات للأكلات الغير الصحية كالجبس والمشروبات الغازية، أكلات السريعة، الوجبات السريعة. وللأسف الشديد قلت الحركة عند الأطفال من ناحية، ومن ناحية أخرى زادت مقدار تناول الأطفال للأكل، هذا مما يزيد السمنة يوما بعد يوم. ومن ناحية أخرى كثير من الأمهات يذهبن للأعمال، للوظائف إدارية، ووجبة الظهيرة هو كثير من الأطفال لعدم وجود الأم يذهبون إلى الأكلات الوجبات السريعة، وهذه فاجعة حقيقة. الأم اللي تذهب إلى وظيفة وظيفتها أنه بالليل تحضر أكل أطفالها بعدين تروح الوظيفة مالتها. والكورونا منعت الأطفال من الذهاب للمدرسة، كان أقلها من يذهبون المدرسة، بالمدرسة يلعبون، بالمدرسة واحد يركض وراء الآخ، سعي من البيت للمدرسة مشي، هاي كلها كانت عوامل تزيد نشاط وحركة الأطفال. بمجيء كورونا استقر الأطفال داخل الشقق. ومن ناحية أخرى المساكن الفارهة والكبيرة التي كانت أيام زمان تحولت إلى شقق صغيرة ليس فيها أي مجال لتحرك الأطفال. هذه عوامل أدت إلى زيادة سنة الأطفال. وأعزائي أحذركم من هذا الموضوع، الطفل في عمر الطفولة إذا زاد وزنه يعني تزداد عدد خلايا الشحمية في جسمه. السمنة في الكبر يزيد حجم الخلية الدهنية، لكن بالصغر يزداد عدد الخلايا الدهنية، هناك فارق شاسع. البالغ من يسمن يعني الخلايا الدهنية كبرت، الطفل من يسمن يزيد وزنه يعني عدد الخلايا زادت، وهذه فاجعة. فنرجو من أبهات أمهات أن يهتمون بنشاط أولادهم، بمنعهم من الاستمرار على مشاهدة التلفزيون والآيباد والقضايا هاي والألعاب التلفزيونية، لأن ذلك يؤدي إلى سمنتهم وإلى مشاكل كثيرة في مستقبل حياتهم. أستودعكم الله عزتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.